حكايه بتاعت طائره منتخب بوتسوانا اللي اتاخرت في العوده لبوتسوانا قبل مواجهه منتخب مصر، هم لسه او ما زالوا عالقين في موريتانيا في الوقت الحالي. نعرف اكتر ونفهم اكتر من الاستاذه امنه محمد مصطفى الصحفيه الزميله من موريتانيا. يا فندم مشرفه ومنوره، سعداء جدا بتواجدك معانا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. اهلا بيكم، انا سعيده اكثر بالتواجد معاكم استاذ كريم ومع مشاهدي البرنامج. ممكن تشرح لنا ايه اللي حصل؟ طبعا بعد مباراه الامس بين منتخبنا الوطني ومنتخب بوتسوانا ضمن الجوله الاولى والمجموعه الثالثه من مباريات في امم افريقيا، المنتخب البوتسواني تفاجانا به اليوم في حصه تدريبيه مساء اليوم على ملعب الشيخ خبيجي، واكدت المصادر انه كان ينتظر الطائره لم تصل، هو لم تصله اخبار انها ستاتي في وقت محدد لتقله الى بوتسوانا، وخصوصا اننا الى ما عرفنا انه نواكشوط بعيده جدا عن بوتسوانا على الاقل 13 ساعه في رحله مباشره. لذلك لم تصلهم اي طائره عندما اقلتهم من ليبيا الى نواكشوط، لم تخبر اي شيء بعد ذلك، واضطروا لاجراء حصه لازاله التعب مساء اليوم، كما انه اخر المصادر تشير انه هناك حصه غدا صباحا لمنتخب بوتسوانا على ذات الملعب ملعب المباراه، يعني انه كان سيسافر مساء وستكون لساعات طويله، سيصل غالبا يوم الثلاثاء صباحا. لا تاني معلش، انت بتقولي دلوقتي ان منتخب بوتسوانا سيصل الى بوتسوانا يوم الثلاثاء صباحا؟ انا فهمت كل المعطيات تشير الى ذلك، لانه حتى اللحظه المصادر القريبه من بوتسوانا تؤكد انه بوتسوانا الى حد اللحظه لم تصله طائره، وانه اخر الانباء تشير انه الطائره في حال وصلته ستصله غدا مساء. غدا مساء فيصل يعني الى بوتسوانا غدا مساء، مساء الاثنين فيصل الى بوتسوانا صباح الثلاثاء تقريبا، وهو يحتاج ساعات من موريتانيا من نواكشوط الى بوتسوانا. كم ساعه على تقريبا؟ ازيد من 10 ساعات في رحله مباشره. 10 ساعات في رحله مباشره بطياره خاصه، رحله مباشره 10 ساعات دون ترانزيت. يعني انت بتقولي دلوقتي ان هو غالبا كده هيصل يوم موعد مباراته مع منتخب مصر صباح اللي هو يوم الثلاثاء، مظبوط؟ تقريبا حسب المعطيات الأولية والمؤشرات التي تؤشر حالا وكل المصادر المقربة تصب في هذا الاتجاه أنه سيصل غالبا يوم الثلاثاء صباحا أو فجر الثلاثاء، يعني يوم المباراة، وهو الأيام آخر أيام الأجندة الدولية أيضا. منتخب بوتسوانا يخوض تدريباته الآن في موريتانيا ولا لا يخوض تدريبات؟ خاض مساء اليوم، يعني الساعة تقريبا الخامسة بتوقيت نواكشوط، أعتقد الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، خاض حصة تدريبية لإزالة التعب في ملعب شيخ خبيجي، وغدا لديه حصة تدريبية في الملعب. هل لديك أي معلومة أن منتخب بوتسوانا مثلا يعني طلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل المباراة أمام منتخب مصر طبقا لهذه الظروف؟ لا هذه بخصوص هذه الفقرة ليست لدي أي معلومات عنها، فقط المعلومات حول المنتخب البوتسواني وتدريبات الطائرة. أستاذة أمنة محمد مصطفى الصحفية الزميلة من موريتانيا، بشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات في هذه المداخلة.